أخبار اليوم. النهارده رسالة للداخل وللخارج بنؤكد فيها دعم جميع طوائف الشعب المصري بمختلف انتماءاته وثقافاته للدولة وللجيش وللشرطة في الحرب ضد الإرهاب والحرب ضد هذه الجماعة الإرهابية الغاشمة التي تريد وتتمنى وتعيش لكي يحدث زعزعة للأمن والاستقرار في هذا الوطن. النهارده الرئيس بالبدلة العسكرية رسالة للداخل والخارج إن مصر في حالة حرب، إن مصر تخوض حرب نيابة عن العالم أجمع ضد الإرهاب. الرئيس النهارده بيوصل رسالة بيقول في الأول وفي الآخر أنا جندي من جنود القوات المسلحة، أنا في الجبهة، أنا مع الناس اللي بتحارب الإرهاب، أنا مش رئيس في قصر، أنا مش رئيس في مكتب، أنا رئيس مع جنودي اللي بيحاربوا الإرهاب في سيناء. إحنا على الأرض، على الأرض أولاً إحنا مستمرين وسنستمر بحكم إننا حملة كامل جميلة هي أول حملة تنادي في مصر بأن يكون عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر. هذا أولاً مستمرين لأننا مواطنين مصريين بسطاء من كل قرى وقفور ونجوع مصر، حاسين باللي بيحصل في البلد، حاسين بالمخططات اللي بتتحدد امامها ضد هذا الوطن وضد استقرار شعبه وضد استقرار عبد الفتاح السيسي في كرسي الحكم في مصر. مستمرين عندنا سلسله من الفعاليات سنقوم بها ونطوف كل قرى ونجوع مصر. عندنا ندوات تسليط الضوء اولا وحث المواطنين على دعم الدوله في هذه الحرب القذره اللي بتاخذها هذه الجماعه الارهابيه في الداخل والخارج ضد مصر واستقرارها. مستمرين بعدد سلسله ندوات ثقافية في مختلف المحافظات هنسلط فيها الضوء على إنجازات السيد الرئيس خلال عمدة. مستمرين علشان إحنا مصريين وعلشان جموع المصريين كلها بتؤكد كل مطلع شمس وكل غروبها دعمها وتأييدها لعبد الفتاح السيسي وللدولة وللجيش وللشرطة.